بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أبنائي بناتي تلاميذ وتلميذات الصف السادس الابتدائي على قناة محمد عبده للترم الأول مع مادة الرياضيات للنظام الجديد الفصل الدراسي الأول، ولقائنا من خلال كتاب التلميذ مع الوحدة الرابعة المعادلات والمتباينات، والمفهوم الأول منها كتابة المعادلات والمتباينات واستراتيجيات حلها، ولقائنا مع درسنا الثاني من الوحدة الرابعة بعنوان استكشاف المتباينات. تعالوا بينا مع بعض نشوف أفكار درسنا إيه وإزاي هنشتغلوا مع بعضنا. برضو بذكر حضراتكم بأن مراجعات كتاب الأضواء على قناتي محمد عبده اللي احنا شغالين عليها، وكتاب سلاح التلميذ على قناة معلم الرياضيات للترمين، والكل هتلاقيه في صور شاشة النهاية في آخر دقيقة في الفيديو، مجرد انك تضغط عليها تدخل وتنتقل إليها على طول. تعال بقى نشوف مع بعضنا كده درسنا الثاني استكشاف المتباينات. الحقيقة الدرس ده مهم جدا عشان يفهمك معنى المتباينات، ويعني هو دخل بطريقة حلوة وعرض بشكل جميل جدا. وهدفنا من استكشاف المتباينات ان احنا نقدر نستكشف اللافتات اللي بتشير الى بعض القيود، زي مثلا حد السرعة، زي اعلانات التخفيضات، وزي حد الكتلة وحد الساعة. كل ده هنشوفه طبعا دلوقتي وهنعرف ازاي بنستكشفها، وتقدر تحلل المواقف وتحدد ازاي بتختلف المواقف عن مواقف المعادلات. في خلال الدرس ده يعني هتتعامل مع التفكير المنطقي بشكل مجرد وكمي، وفي نفس الوقت هتبحث عن انماط او خواص مشتركة وتستفيد منها. تعالوا نشوف مكوننا الأول في درسنا وهو استكشف. بيقول لي في استكشف استكشاف المتباينات في حياتنا اليومية. احنا بنشوف في حياتنا اليومية لافتات كتير في الشوارع وفي المتاجر وفي المباني السكنية والعديد من الأماكن الأخرى. تعالوا نشوف إذا كان نقدر نفسر اللافتات في السيناريوهات اللي هنشوفها دلوقتي أثناء قراءة كل سيناريو. فكر في أوجه التشابه والاختلاف بين هذه السيناريوهات. بيقول لي طيب اتكلم مع زميلك، ايه هي اللافتات اللي انت بتشوفها، انواعها يعني ايه في حياتك اليومية، وايه اوجه التشابه والاختلاف بينها. نديك فكرة سريعة عنها. تعال نشوف كده ايه هي التصنيفات بتاعت الاعلانات او اللافتات الموجودة عندي. انواع رئيسية منها، يعني في لافتات ارشادية. اللافتات دي بتقدم لنا ارشادات عشان خاطر تساعدنا، زي اشارات المرور، زي اشارات الاتجاهات يمين ويسار، وزي اشارات المشاة. برضو في لافتات تحذيرية بتحذرنا، بتنبهنا للمخاطر، زي اشارات الخطر، وزي اشارات الانتباه، وزي اشارات المنع. برضو في لافتات إخبارية، لافتات بتقدم لنا معلومات للمستخدمين، زي لافتات الإعلانات وإشارات العروض وإشارات الفاعليات. طب عايزين نشوف إيه أوجه الشبه والاختلاف ما بينهم. لو بصينا على أوجه الشبه بين اللافتات كلها اللي موجودة، هنلاقي إن كلها بتستخدم عشان التواصل مع المستخدمين. برضو كلها بتستخدم أو بتستخدم يعني لغة مختصرة وواضحة. ده مش بس كده، ده في رموز وفي أشكال عشان تعزز رسالتها وتوصل ببساطة إلى المستخدم. طيب في أوجه اختلاف، في أوجه اختلاف إن اللافتات بتختلف في وظيفتها، زي ما شفنا في التصنيف بتاعنا دلوقتي، إن اللافتات بتختلف في حجمها، في ألوانها، في أشكالها، إن اللافتات بتختلف كمان في المكان اللي هتوضع فيه على حسب المكان المناسب لها. ده كان جزئية تعريف على اللافتات اللي بتشوفها في الشوارع بتاعتنا. تعالوا نشوف صفحتنا التانية بتتكلم على تعلم وفكر. بيقول لي لافتات الطرق والتخفيضات والارتفاع والكتلة. هيتعرض الأول للافتة الطريق زي ما مرسوم قدامنا في الصورة بعنوان حد السرعة، وبيقول لي فوق خفف السرعة، وهو جايب لي فوق 40 كيلومتر. فبيقول لي بتوضح اللافتة حد السرعة للطريق بالكيلومترات في الساعة.
سجل كل السرعات المسموح بيها القيادة على الطريق. يعني أنا لو ماشي على الطريق ده هعمل حسابي إن سرعتي مش هتزيد عن 40 كيلو متر في الساعة، ممكن تقل. يعني هنقدر نختصر الكلام ده في إن احنا نقول السرعات المسموح بيها هي اللي بتساوي 40 كيلومتر لكل ساعة، يعني كل ساعة يمشي 40 كيلومتر وأقل من ال 40 كيلو متر في كل ساعة. طب تعال نشوف كده الكلام ده في الاختيارات اللي هو جايبها لي من ألف لواو، جايب لي 6 اختيارات. ال 38 كيلومتر لو مشيت بيها مسموح بيها وبالتالي هختارها، ال 50 طبعا لأ لأنها بتتخطى ال 40، ال 30 رقم جيم لأنها أقل من ال 40، ال 40 نفسها ماشي لأن مسموح بيها، 43 لأ، 49 برضو لأ لأنها أعلى من ال 40. طب تعال نشوف لافتة تانية للتخفيضات، محلات بتعلن أسعار للتخفيضات بتاعتها وكاتب إن الخصم للأسعار اللي بتبدأ من 150 و99 من 100 جنيه. فهنا بيقول لي إن اللافتة بتوضح أسعار التخفيضات لبعض قطع الملابس على الحامل بتاع تعليق الملابس. استخدم اللافتة عشان تحدد أي أسعار من المتوقع إن أنت تدفعها مقابل قطعة ملابس من هذا الحامل بتاعنا. سجل كل الأسعار اللي بينطبق عليها التخفيض. الأسعار اللي بينطبق عليها التخفيض هي اللي بتبدأ، يعني بداية من 150 و99 من 100، يعني 150 جنيه و99 قرش، فما فوق فما أزيد ده اللي هيبقى عليه خصم. وبالتالي هقول إن الأسعار اللي بينطبق عليها الخصم هي اللي من 150 و99 من 100 جنيه، وكل سعر أكبر من 150 و99 من 100. نشوف أول واحدة 140 99، طبعا مش هناخدها لأنها أقل من 150 99. طب تاني واحدة 180 99 يبقى هناخدها، هينطبق عليها التخفيض. طب 150 و49 لا، برضو ناقصة 50 قرش وبالتالي مش هيطبق عليها التخفيض. طب 290 و99 من 100 هينطبق عليها التخفيض. 120 لا ينطبق عليها التخفيض. 150 و99 الأخيرة هينطبق عليها التخفيض. دي كانت التخفيضات بتاعتنا. تعال نشوف لفتة تانية للارتفاع المسموح به. بيقول لي اللافتة بتوضح حد الارتفاع لركاب قطار الملاهي، يعني عشان يركبوا قطار الملاهي هو محدد هنا ان اللي ما معهوش مرافق يكون طوله يعني ارتفاعه 117 سنتي، واذا كان معاه مرافق يبقى 107 سنتي. وبالتالي هنا هيبدأ يقول لي انا عايز 3 ارتفاعات يكون مسموح بها للشخص عشان يركب قطار الملاهي، سواء اذا كان بدون مرافق او مع المرافق. هنقول ان اللي مسموح به هو كل اللي فوق 117، يعني من 117 ده مسموح له بدون مرافق، وبالتالي هيبقى حد الارتفاع المسموح به لركاب قطار الملاهي هو 117 سنتيمتر بدون المرافق، و 107 سنتيمتر لو معاه مرافق. يعني لو معاك ابنك 107 مسموح له، اقل من كده لا، لكن برضو اكتر ممكن، سواء اذا كان بمرافق او دون مرافق من بعد 117. وبالتالي هنجاوب على السؤال الاولاني رقم الف، عايز 3 ارتفاعات مسموح بيها للشخص عشان يركب قطار الملاهي. حد الارتفاع المسموح به هلاقيه مثلا 120 سنتي يبقى يركب، 130 سنتي يبقى ما يركب، 140 سنتي يبقى يركب اللي هو اكتر من 117 او 117 نفسها. طب وإذا كان السؤال الثاني 3 ارتفاعات غير مسموح بيها، الغير مسموح بيها هو اللي أقل زي ما قلنا من 107، يعني 105 غير مسموح به، 90 غير مسموح به، 80 غير مسموح به، وده في حالات إذا كان بدون مرافق أو معاه برضو مرافق. يبقى إذن المسموح به في القطار الملاهي
ال 117 فأكثر و 107 بالمرافق أو أقل، غير مسموح به، أقل غير مسموح به، 107 فأكثر مسموح به، سواء إذا كان مرافق لغاية قبل 117 أو من غير مرافق 117 فأكثر. يعني هنا خلاصة الكلام في المواضيع دي كلها إن بيفهمني اللي أصغر واللي أكبر واللي اللي هنرتبط به مع المتباينات زي ما هنشوف بعد كده. طيب تعال نشوف صفحتنا التالتة، بتتكلم على تحذير القيود المرتبطة بالكتلة. بيقول لي لفتة الكتلة المسموح بها بتوضح اللافتة، كتل المركبات المسموح لها بالوقوف على المنحدر، وكتل المركبات التي تعبر المنحدر. يعني في منحدر عندي، والمنحدر ده في مركبات بتمر عليه، سواء إذا كانت دراجات أو سيارات أو حاملات كبيرة. فبيقول لي المفروض ان ما يتجاوزش اجمالي كتلة المركبات اللي هتقف على المنحدر، المركبات اللي واقفة على المنحدر لا يتجاوز 47,000 كيلوغرام. يعني من 47,000 فأكثر غير مسموح به. طب و إذا كان هيعبر مش هيقف بقى، يعني هيمشي برضو لا يتجاوز 24,500 كيلوغرام. طبعا الألف بتمثل كيلوغرام، يعني هنا ما معناه 47 طن، وهنا ما معناه 24 طن ونص، لكن خلينا احنا في الكيلوغرامات اللي هو جايبها. طب بيجي بعد كده يسألني بفرض ان في 3 مركبات هتقف على المنحدر في نفس الوقت، يا ترى ايه هي الكتل المحتملة للمركبات الثلاثة دول؟ اللي يشترط عليا طالما ان هم هيقفوا ان هم ما يتخطوش 47,000، يعني 47,000 فأقل ماشي لو كان مجموعهم كده. يعني هنحددها ونقول ان الكتل المحتملة للوقوف ان يكون مجموع الدراجات او المركبات كلها 47,000 كيلوغرام او بتقل عن 47,000 كيلوغرام. يعني نختار مثلا 20,000 كيلوغرام، مركبة تانية 15 مركبة، بنقصد بيها مركبة من السيارات او الدراجات مش المركب اللي بتمشي في البحر، و 15,000 كيلوغرام و 10,000 كيلوغرام، دول مجموعهم كام؟ هيقدر يتحملهم المنحدر ولا لا؟ دول عندي كده 25، يبقى 45 وانا مسموح لي لغاية 47، بعد 47 غير مسموح بيها. طيب هنا بيقول لي طب لو في دراجات مركبات هتعبر المنحدر، يا ترى تفترض يعني قد ايه؟ ما دام هتعبر يبقى الاجمالي بتاعها ما يتجاوزش ال 24,500، يعني اقل من 24,500 مسموح به، وبالتالي الكتل المحتمله عشان تعبر ان يكون مجموعها 24,000 كيلوغرام او تقل عن ال 24,000 كيلوغرام. يعني مثلا عندي مثلا 3 مركبات، واحده 8,000 كيلوغرام، واحدة 7,000 كيلوغرام، واحدة 6,000 كيلوغرام، يعني دول كده زي ما احنا شايفين 6 و5 و7 13 و8 21,000 كيلوغرام، يعني اقل من ال 24، واذا وصل 24 برضو مسموح بيها. طب جه بعد كده بقى بيقول لي طب ما تيجي نتكلم مع بعض بقى ونشوف راجع الـ4 سيناريوهات اللي احنا اشتغلنا فيهم، واتكلم مع زميلك بقى هل ممكن ان احنا نمثل المواقف دي في معادلات؟ المعادلات فيها كفتين متساويتين زي ما شفنا في الميزان ذي الكفتين، لازم يكونوا الطرفين متساويين، يعني حاجة بتساوي حاجة، وبالتالي هنا مش هينفع. ليه مش هينفع؟ لان انا بقول اكتر من كذا او كذا او اكتر منها، اقل من كذا او قدها، وبالتالي مفيش حاجة محددة بتسويها. وهنا هنقدر نقول ان دي المواقف دي لا تمثل معادلة، يعني لا يمكن تمثيل المواقف اللي شفناها دي في معادلة. ليه؟ قلنا لان الاجابات بتاعت المواقف دي اجابات متعددة، ما بتسويش قيمة واحدة ثابتة زي ما بيحصل في المعادلات. وده الفرق بين المعادلات وهي معادلة بمعنى التساوي، وبين المتباينات بمعنى الاختلاف.
ان بتختلف القيم بتاعتي، وعشان كده قبل الاختلافات دي زي ما هنشوف في درسنا القادم ان شاء الله. ما تنسوش حبايبي قناتي للترم الثاني اللي هي براعم مبدعة، عليها دروس ومراجعات الترم الثاني، وقناة معلم الرياضيات للترمين من كيجي لتالت اعدادي، بالإضافة لجروبي على الفيسبوك دروسنا ببيتنا مجانا للي عايز يتواصل معايا، برضو لموقعي مبدعون اللي عليه كل ما تحتاجه كمعلم أو كتلميذ، في معلم في تحضيرك وفي شرحك، وكتلميذ في مراجعاتك وسماع الدروس، كل ده موجود، بالإضافة لتحميل كتب وأدلة اللي منزلها الوزارة على موقع مبدعون. كل دول هتلاقيهم في روابط في صندوق الوصف وفي أول تعليق مثبت، ده بالإضافة لعلامة الآي اللي بتمر كل شوية، وصور شاشة النهاية، صورة لشرح الدروس بتاع كتاب المدرسة تضغط عليها تنتقل إليها على طول، صورة تانية لمراجعات كتاب الأضواء برضو لو ضغطت عليها تدخل عليها على طول، والصورة الثالثة لسلاح التلميذ لو ضغطت عليها تدخل على سلاح التلميذ ومراجعاته على قناة معلم الرياضيات. يعني لا محتاج انك تبحث ولا تدور في اليوتيوب، مجرد ضغطة هتنتقل للي انت عايزه. وبكده حبايبي يكون وصلنا لنهاية لقائنا مع درسنا، وإلى اللقاء مع الدرس التالي، مع أطيب تمنياتي بالتفوق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.